معانا. طيب، هي حاجة سلبية جدا، أتمنى أن تنتهي، برضو أتمنى أن هي تنتهي. كلنا تابعنا الحقيقة خروج منتخبنا الوطني للناشئين مواليد 2006 من تصفيات أمم إفريقيا في الجزائر، ما صعدناش. تخيل حضرتك مصر، أيوة مصر، لم تصعد لكأس الأمم الإفريقية. طبعا ضاع حلم الصعود لكأس العالم بعد الخسارة النهاردة من المغرب. عارف يعني ايه ان حلم كاس العالم اتحطم لجيل فيه مواهب كويسه ومبشره؟ ولكن للاسف، للاسف الشديد، اتحاد كره القدم انشغل عن هذا المنتخب وما جهزش المنتخب ده كويس. منتخب راح يلعب بدون اي اعداد جيد واحتكاك لاي لفرق، يعني اللي لان هذا المنتخب فيه مواهب قادرة على التواجد. هتقول لي أصله لم يتم تعيين المدير الفني إلا من اللجنة الثلاثية. طب حضرتك جيت وكان عندك وقت تقدر تغير، لكن عندنا مجموعة من اللاعبين تستحق العناية والاهتمام من اتحاد كرة القدم المصري. عمر سيد معوض، أحمد عبدون، حسام عادل، إبراهيم عادل، عمر خضر، أيمن عبد العزيز. أنت بتقول أمير أيمن عبد العزيز أو أيمن أمير عبد العزيز وبقية اللاعبين ومحمد نبيه وغيرهم. أنت بتتكلم على لعيبة الزمالك؟ أيوه يا فندم، أنا بتكلم على كل اللاعبين اللي يستحقوا الاهتمام في هذا المنتخب. ولكن فشل ذريع كالعادة. إيه اللي هيحصل؟ الخبر العادي اللي حضراتكم كلنا بنسمعه، يقول لك إيه؟ تسريح منتخب مصر بعد الهزيمة من المغرب وإقالة الجهاز الفني، واقفل الملف ده وارمي، واللي بعده خش على المنتخب بقى بتاع الشباب 2003 يا عالم ايه اللي هيحصل معاهم. قبل ما اكمل هذا الامر، خلينا نروح للنجم الكبير كابتن سعيد الشيشيني. كابتن سعيد الشيشيني واحد من النجوم الكبيره جدا في عالم كره القدم، وهو رجل متخصص في هذه الامور، في الناشئين تحديدا او في قطاعات الناشئين تحديدا. يا كابتن سعيد، ازاي حضرتك يا فندم؟ اهلا بيك يا كابتن اسلام. اخبار حضرتك ايه يا كابتن؟ كله تمام؟ كله تمام يا كابتن. طب الحمد لله. النهارده اكيد حضرتك متابع لمنتخب مصر للناشئين وخروجه بعد الهزيمه من المغرب، من قبلها الحقيقه الهزيمه في اولى المباريات امام ليبيا، ثم الفوز على تونس بثلاثيه مقابل هدف، ثم الهزيمه من المغرب 2-1 النهارده، وبالتالي عدم الصعود لكاس الامم الافريقيه، وبالتالي عدم الصعود لكاس العالم. ايه راي حضرتك يا كابتن؟ كابتن اسلام، تحب نتكلم بصراحه او اتمنى ان حضرتك تتكلم بصراحه، وانا لن اعوق حضرتك في اي حاجه، قول اللي حضرتك عايزه. ماشي يا كابتن. اولا انا حزين من اللي شفته اليوم، وخلي بالك ده متوقع. نعم. نقول الاسباب، الاسباب كتيره جدا. اولا اللاعبين بيفتقدوا الى المهارات الاساسيه اللي انا بنادي بيها باستمرار. ايوه يا فندم. ثانيا مفيش جمل بتتعمل اللي بنروح بيها للملعب الخصم بتروح ملعب الخصم بالصدفه. ثانيا ولا ثالثا ولا رابعا، تقارب الخطوط غير موجود في الملعب. كابتن، هو ده مدرب ولا لاعبين؟ يعني بص يا كابتن، اتفضل. هي حاجه يعني زي ما تقول متراكمه على بعضها. كده اولا انا قلت قبل كده لابد من استفادة من أصحاب الخبرات في تعليم اللاعبين المهارات الأساسية. نعم. وبعدين خلينا نتكلم برضو بصراحة ووضوح. أيوة. فين الفرق أو فين الأندية اللي عندها الملاعب اللي بتدرب اللعيبة؟ فين؟ أنت عندك ناديين أو ثلاثة أو أربعة بالكتير أو في مصر اللي بيدربوا اللعيبة. على سبيل المثال، انت دلوقتي لو رحت اي نادي بتلاقي مثلا 2003 على سبيل المثال، يعني 2003 بيتمرن من الساعه مثلا 2 ل 3، بينزل بعديه من 2004 مثلا من 3 ل 4، والفرقه اللي بعديها من 4 ل 5، يعني عندك ساعه بتتمرنها. هتعلم اللعيب ازاي المهارات الاساسيه؟ ده الراجل اللي كان ماسك المنتخب قبل كده قال لك اللعيبه بيفتقدوا للمهارات الاساسيه. ده مين؟ ده اللعيبه الكبار. ايوه، الكبار اللي هم بتوع منتخب مصر دلوقتي. انت بتتفرج على مباراه دلوقتي ومش عارف ايه اللي هيحصل. هل في جمل؟
يا راجل، ده الفرق ليبيا سبقتنا، تونس سبقتنا، المغرب سبقتنا. وبعدين انت دلوقتي اللي عندك اللعيبه دي الاساس اللي انت بتقول عليهم انهم بعد 3 4 سنين هيبقوا نواه لمنتخب مصر. انت شفت مين؟ انت دلوقتي حضرتك هو حضرتك في 3 4 5 بالكتير قوي في بالكتير المنتخب. فين مظبوط. الباقي؟ انت عارف يا طب فين كابتن، الباقي؟ يعني انا لما جيت اتكلم النهارده بعد ما شفت هزيمه المنتخب امام المنتخب المغربي، سالت في امور كثيره جدا عشان افهم ايه اللي بيحصل يا جماعه. اتقال لي كده، هقول لحضرتك واقعه، واعتقد ان حضرتك برضو يعني اكيد عارف الموضوع ده كويس. الكابتن محمد وهبه اللي هو المدير الفني للمنتخب الوطني طلب من نادي معين بعض اللاعبين. ايوه خلاص؟ ايوه. النادي ده رفض يودي اللاعبين لكابتن محمد وهبه. ليه يا كابتن؟ خاف من الكشف اللي بيبين السن، تزويل اعمار اللاعبين. السن السن اللي هو التسنين يعني. ايوه. تخيل يا كابتن سعيد. يا كابتن دي حقيقة. اه. طب أنت دلوقتي اتحاد الكورة، أنا كنت ماسك رئيس قطاع الناشئين قبل كده. مظبوط. اتحاد الكورة. بيقول لك إيه؟ لازم تعمل الكشف اللي هو بيحدد السن. مظبوط. ماشي؟ خلينا نتكلم مع بعض بصراحة. اتفضل. أنا دلوقتي لما كنت ماسك القطاع الناشئين جبت حوالي بتاع 12 15 لاعب عملت لهم كشف السن. ماشي؟ أيوه. ليه؟ لان نقول مثلا المقاولين العرب عندها المركز الطبي وبتكشف على اللعيبه والى حد ما بيبقى مخفض شويه. ماشي؟ طيب. المقاولين العرب طبعا، وعلى وبرضه يقيس على كده مثلا الاهلي، الزمالك، انبي، الانديه الكبيره. طب انديه الصعيد صحيح، لما اللعيب يجي له بتعمل عليه كشف بيكلفك مثلا 10 12000 جنيه. فين الانديه اللي في بحري والصعيد اللي بتعمل كشف السن على اللعيبه؟ فين؟ آخر لما كنت تيجي تلعب فرقه في الصعيد او بحري تلاقي ناس لا مؤاخذه بشنبات. طيب يقول لك مثلا كابتن 15 سنه تحت 16 سنه. طب هتعمل ايه عشان صحيح. تعترض صحيح. وتقول طب وبعدين انت لما بتعترض على عشان تعترض ويجي لك بعد مثلا طيب. شهر ولا شهرين يكون العمليات نفسها. كابتن سعيد معلش عشان انضم لنا ايضا واحد من الاسماء الكبيره جدا. كابتن سعيد خليك معايا يعني ما تقفلش لو سمحت، لانه ماشي. مهم جدا ان حضرتك تبقى موجود. ايضا انضم لنا اسم كبير من الاسماء اللي ليها باع طويل جدا في قطاعات الناشئين، يعني مؤخرا الحقيقه او من اقل من سنه تقريبا كان في قطاع الناشئين في الاتحاد السكندري الكابتن الكبير، دلوقتي طبعا رجع لبيته نادي امبي، الكابتن الكبير الكابتن امام محمدين. يا كابتن امام ازي حضرتك؟ ويعني احنا طبعا اسفين ان احنا جايبينك في حاجه سلبيه، لانه النهارده بعد اداء منتخبنا الوطني ل 2006 للناشئين جالنا حاله احباط كبيره جدا يا كابتن امام. الو كابتن امام. سامع حضرتك كابتن اسلام، بمسي على حضرتك وعلى كل مشاهدينك في قناة الأهلي. نعم. الحقيقة صدمة كبيرة قوي، بس خد بالك الحقيقة كانت متوقعة، يعني مش ما كانتش مش متوقعة. أولا إحنا يعني هاخدك بس بسهولة كده، السن الزوجي عندنا في مصر لأول مرة في تاريخ الرياضة في أفريقيا يتم تنظيم مسابقات لشمال افريقيا. كانت المسابقات دي دايما يا كابتن اسلام بيحصل تصفيه دورين. أيوه. مع فريق افريقي وفي الغالب كنا بنطلع. يعني لا بنطلع ده لو بنصعد يعني ولا لا؟ بنصعد ما بنوصلش. ما بنوصلش. اوكي. فانت النهارده لعبت في المنطقه الشماليه في افريقيا اللي هي متجانسه معاك في السن، لا زيك، ما فيهاش تزوير، ما فيهاش قامات افريقيه زي كوت ديفوار، كنيجيريا، كغانا الى اخره. ما عندكش حجه يعني من الاخر. احنا في السن الزوجي ده الحقيقه على مدى تاريخنا مش ناجحين غير في منتخب واحد، لكن لما تيجي تمسك منتخبات الناشئين في السن ده بيحصل فشل ذريع دايما. كنا بالنادي ان احنا نخلينا فرد، يكون بقى ان انت في العصر الجديد ومع المنظومه الجديده ومع الشفافيه اللي بنشتغل فيها، فمصر دوله كبيره ما ينفعش تعتذر عن اي بطولات. نعم. تعال نشوف بقى فرقه 2006 دي وتكوينها. وهاخدك لمنطقه سهله قوي وبسيطه قوي، شهر مارس وشهر اغسطس اللي فات. ايوه. احنا في مارس لاعبين نفس الفرق دي ومتفوقين عليها كلها في بطوله شمال افريقيا. ياه.
يعني انت كسبان المغرب دي 2 أو 4، تونس، ليبيا، ايوه. ايه اللي كل حصل بقى الفرق دي من تتفوق الوقت ده عليها. لغايه دلوقتي؟ وفي اغسطس رحت لعبت بطولة العرب فشلت فيها. يعني انت شايف الفرق دي وعارفها فنيا. صحيح. انا هاخد من كلامك كابتن سعيد من غير يعني حتة ان مفيش جمل ومفيش، لا هو مفيش اسلوب لعب. يعني يا كابتن اسلام، انت لما بتيجي تشوف اهلي او زمالك او اي اسماء من الاسماء الكبيره، كل فريق بيبقى ليه سيستم لعب انت تقدر تحفظه. صحيح. رغم اعترافي بالكلمه اللي حضرتك قلتها انه الجيل ده فيه مواهب كتير صحيح. واللي قاعدين بره احسن من اللي جوه، خد بالك. لكن هو ما تمش الاشراف عليه وتصحيح اوضاعه بدري. يعني انت سايب الحبل ماشي وهو ناجح والدنيا ماشيه هنا، تعال نعمل في افريقيا، فتجامل حد من مش عارف من السعوديه عشان تطلع تلعب لك ماتشين. لا، في مجاملات كبيره جدا داخل المنتخب مش في حينها، وانا كنت يمكن رافض مداخلات في فتره سابقه، لان ما ينفعش في اول ماتش في ليبيا تحبط وتقول كلام سلبي. ايوه. لكن احنا محتاجين تنظيم كبير قوي يا كابتن. دي واحد. طيب. اتنين، الطاقم الفني اتفضل. اللي بيدير منتخب بحجم مصر، الثلاثة دول ما اشتغلوش حاجة في ناشئين. برافو عليك. أنا يعني ما تزعلش صراحة مني، أنا صراحة يا لغاية كابتن النهاردة بص على منتخبات نادي المقاولين ونادي الأهلي ونادي إنبي ونادي دجلة وأندية كبيرة جدا عاملة باع طويل جدا في الناشئين برافو وفي عليك يا كابتن اللاعبين. امام. انت عارف انا النهارده كنت مستني ان حضرتك او كابتن سعيد تتكلموا في هذا الامر، لانه في النهايه انا لما اجيب مدير فني وجهه نظري انا ما اعرفش، وحضراتكم يعني كابتن امام او كابتن سعيد الحقيقه يعني اسماء كبيره جدا في عالم الناشئين وقطاعات الناشئين، وياما عملوا حاجات كتيره وياما طلعوا ناشئين كتيره سواء لإنبي او للمقاولين، والكابتن امام برضو للاتحاد. لكن انا كنت اتمنى ان يكون هناك مدير فني اشتغل مع الناشئين، اتعصر مع الناشئين شويه علشان نقدر نحكم عليه. كابتن محمد وهبه مدير فني جيد ومعروف ان اسمه كويس يعني في، لكن في النهايه كابتن سعيد معلش ارجع لحضرتك مره اخرى معاك يا كابتن، لكن هل حضرتك شايف ان المستقبل مظلم؟ يعني الخبر اللي حضرتك هتقراه وانا هقراه وكابتن امام هيقراه اللي هو ايه؟ تسريح لاعيبه المنتخب وإقالة الجهاز الفني وشكرا، هل الموضوع انتهى كده؟ بص يا كابتن، احنا للأسف الشديد احنا شعب عاطفي. للأسف الشديد. نعم. يعني انا النهارده وانا بتفرج على المباراة انا ما عجبنيش التعليق، المعلق عمال يتكلم ان السبب. نعم. شفت الحكم، شفت الوقت، شفت اللعيبة، طب ما تشوف الأخطاء اللي عندك. ايوه. وبعدين احنا نخرج، أول ما نخرج من البطولة بتتنسي خالص، ما بنعالجش بقى الاخطاء اللي حصلت. أيوة. نقول السبب ايه. انا مش انا زي ما قلت حضرتك ايه. انا بتكلم بصراحه. نعم. احنا بنيجي بعد كل بطوله لابد من محاكمه الفرقه دي، لابد من محاكمه. طب حكمناها يا كابتن وبعدين؟ ولا بيحصل حاجه، ولا بيحصل حاجه وخالص. وللاسف الشديد بتيجي النتيجه بيحملوها لمين بقى؟ الجهاز الفني يروح مغيرين. ايوه بس هو كابتن امام قال كلمه كويسه جدا. انا الحقيقه زي ما بقول لحضرتك النهارده لما كنت بشوف الموضوع هتكلم فيه ازاي، اول حاجه جات لي هو سالت على الكابتن وهبه وشفت تاريخ الكابتن وهبه، هل مسك حاجه في الناشئين قبل كده؟ يعني خلينا اروح بقى الكابتن امام مره اخرى. كابتن امام انا عندي 2003 خلاص، 2006 يعني خلاص الموضوع انتهى، وزي ما قلت لحضرتك هتقرا خبر كده بكره او النهارده اتكتب الخبر تسريح وشكرا والموضوع انتهى. طب انا عندي 2003، هل ممكن نلحق في حاجه 2003 ولا هيبقى بنفس الشكل كده؟ 2003 يا كابتن اسلام البطوله مقامه على ملعبنا. حلو جدا. وهي جيل فيها لعيبه كتيره كويسه جدا. تمام. منهم اكتر من 8 9 بيلعبوا في الدوري الممتاز وليهم اسمائهم. يعني مثلا هتلاقي مثلا في اللاين فيرويد مهاجم من الاهلي، من دجله، من فاركو، لعيبه كبيره، احمد شريف ده 2003. نعم. في انبي بدا يشرك 3 4 لعيبه، النادي الاهلي بدا يهتم ب2 3 بيصعدوا متمرنوا فوق. صحيح. اقصد اقول الجيل ده قوي جدا. حلو. الفلسفه يا كابتن اسلام في تحضير هذا الجيل، حضرتك نجم ولعبت كوره، في مدرب اثر في مسارك وانت بتلعب. طبعا. وعظم دورك في المركز والبوزيشن اللي تلعب فيه. حقيقي. خلاك بالقيمه الفنيه اللي انت فيها دي. حقيقي. انا النهارده بتتفرج مثلا على جناحين كويسين قوي. عمر خضر احدى اللعيبه المنتقله من الزمالك لزد بمبلغ كبير قوي. المشكله انه اللعيبه دي اتنقلت بمبالغ يا كابتن اسلام
مش مستحيل حد يبالغ اللي ب 5 مليون ولسه عايز 16 سنه. فانا مش شايف الجانب التدريبي، مع احترامي الوهبة زميل واخ وزي كل الكلام ده، هو واللي وراه كابتن مؤمن عبد الغفار او اسمه بقيه الجهاز الفني يعني، مش في المستوى القوي جدا ان انا اشوف منتخب مصر سن، رغم انه دي اقل بطوله نشارك فيها في السن الزوجي الصغيرين. يعني لو انت خدت جيل 98 بتاع الدكتور جمال محمد علي، احنا لعبنا مباراه فزنا فيها، لعبنا الدور الثاني اللي وصلك افريقيا مع جنوب افريقيا خسرنا هنا، رغم ان الجيل ده ضخم جدا. نفس الكيس في جيل 94 بتاع كهربا وتريزيجيه ومجموعه رهيبه من اللعيبه. نعم. ورحنا بنطلع رابع في مجموعتنا وبنخرج بره السياق. فاقصد اقول لك يعني اللي خلاك تحضر منتخب شباب، منتخب اولمبي، منتخب اول باجانب، ليه ما ناخدش اتنين من اللي بيشتغلوا في الفيلد ده في المرحله السنيه دي وشاطرين في الجانب ده، ونجيب لهم مدير فني اجنبي؟ يعني انت ما جبت سكوب نجح جيل 2000 جيل 89 ولاعيبه كاس عالم هنا بشكل كويس، وكمل مع ربيع وبعدين تكمل معاه هاني رمزي والصيفي لو افتكر يعني. ايوه. فاحنا يعني بلاش مش عايز اقول نعمل ريسك في الناشئين بتوع مصر. طيب ما انت يعني ما ينفعش مثلا تقول لي شوي غريبه والاسماء الكبيره تنزل تمسك منتخب 16 سنه، هم مش شايفينها كبيره عليهم. امسك فريق اول. طيب. رغم ان اعظم المدربين في العالم هم اللي بيمسكوا البرا، هم اللي بيمسكوا البرا. صحيح. كلام مهم جدا الحقيقه يا كابتن امام. كابتن سعيد، اخيرا لو حضرتك حابب تقول حل او حاجه لمثل هذه الامر، يعني هل بالفعل انتهى هذا الجيل من مصر ونبتدي نفكر في الاجيال القادمه؟ هي يا كابتن. هي احنا من امتى بنفكر في معالجه الفشل؟ يعني على راي الكابتن امام، ما نفس القصه. انت عايز ناس، انت دلوقتي للاسف الشديد الناس الكبيره اللي المفروض بتستفيد منها ما بتعملش معاهم حاجه خالص، بترميهم على جنب وتقول بقى نطلع جيل من المدربين الشباب وبتاع. طب ما تستعين بالخبرات معاهم. انت دلوقتي بتجيب مدرب اجنبي وبتجيب معاه مدربين مصريين، طب ما انت عندك المدربين المصريين اللي هم اصحاب الخبره الكبيره، طب ما تشغلهم مع الناس دي برضو اشراف عليهم. انا مش هقول تجيب مدرب اجنبي، اشراف على المدربين الصغيرين اللي انت بتطلعهم دول. ايه العيب؟ انا مش فاهم. لا عيب. انت دلوقتي في الانديه، وبعدين عايزين نتكلم اساسا يا كابتن، زي ما قلت لك بالصراحه، انت الانديه دلوقتي اللي بتدرب الناشئين الصغيرين، بيجيب اي مدرب كده وتقول له امسك الفرقه دي وامسك الفرقه دي وامسك. فالاساس اللي انت بتحط عليه الهدف اللي انت عايزه، الاساس فاشل. طب انت هتطلع لعيب ازاي؟ يعني انت دلوقتي لما تقول 4 5 بتاع، هيجي واحد يقول لك ايه الحمد لله طلعنا 3 4 لعيبه من المنتخب. أيوه. ده. طب هو ده الهدف؟ هو ده الهدف؟ الهدف دلوقتي ان انت بتقول انا عندي منتخب. انما انت دلوقتي بتيجي بتعزو بقى الفشل، بتقول ايه انا عندي 3 4 لعيبه الحمد لله طلعنا بيه. طب وبعدين فين سمعه مصر من الخروج؟ انا مش هقول بقى يعني، معلش انا بقول غير المشرف. لا طبعا هو خروج غير مشرف. لا غير المشرف. صحيح. انا بقولها بصراحه. طيب. ووضوح، انت دلوقتي بتطلع بشكل غير مشرف. طيب اخيرا عن الاسباب وشوف اسباب القصور ايه وعالجه. طيب. اخيرا كابتن امام برضو، واسال برضو حضراتكم كابتن امام، هو هل من الممكن ان يكون للمدير الفني للاتحاد المصري دور؟ يعني هو طبعا احنا ما عندناش مدير فني، ودكتور جمال محمد علي خاص بالمدربين او اعتقد برخص التدريب او حاجه في هذا الشكل، لكن في النهايه احنا ما عندناش مدير فني. هل لو اتحاد كره القدم جاب مدير فني للاتحاد، هل من الممكن ان يكون له دور خلال الفتره اللي جايه؟ كلام جميل يا كابتن اسلام. طب ما هو دور المدير الفني في الاتحاد؟ وضع السياسات العامه لكل المنتخبات، يعني المتابعه والرقابه والاشراف كل حاجه، اختيار اللعيبه اللي فيها اختيار المدربين ومحسوبيه والعلاقات المشبوهه جوه المنتخبات واستغلال النفوذ في اوضاع غير جيده في اسم منتخب كبير اسمه منتخب مصر. كل دي امور لازم الناس تشوفها. احنا هنفضل نخاف نتكلم لامتى؟ ولما تتكلم الناس بتزعل منك. لا ده انت بتتكلم عن سمعه بلدك. اشراف في مجالات كبيره، الناس كانت متدلعه في المنتخب. اللي بياخد ابنه مواليد 2007 يركب على لعيبه 2006 على اي اساس؟ لما يبقى عندك لعيبه مميزه في نص الملعب وبتنزلها 6 دقائق و7 دقائق،
لمصلحة ناس على ناس. يا كابتن إسلام ما فيش شفافية. وأنا بقول لحضرتك دلوقتي جرت إنذار من بدري. أيوة. وحضرتك قناة محترمة وإعلامي محترم. ربنا يخليك. يا ريت تقولوا المنتخب 2005 اللي فيه مجموعة من المتميزين في دجلة وفي الأهلي وفي إنبي وفي المقاولين وفي الاتحاد السكندري وفي أندية مصر جيل رهيب وجيل متميز، يا ريت نحط عينينا على اثنين مدربين من اللي بيديروا المسألة دي مع أي مدير فن أجنبي. بلاش لعبة التوازنات في الاتحاد، نقعد في لجنة، هات حتة من الزمالك، هات حتة من الأهلي، اديني حتة من الإسماعيلي، دخلني على الترسانة. يا كابتن إسلام، ما هي المؤهلات اللي بتضمن ان انا ابقى مدرب منتخب؟ صحيح. احنا عندنا ناس دكاتره في علوم التدريب بره النادي وبره الاتحاد. عندنا واحد عطيه السيد ده اللي ماسك سموحه قامه رياضيه كبيره جدا. قامه كبيره دكتور عطيه السيد طبعا. صحيح. احنا ما بنستغلش الناس اللي ليها كلمه. او اللي ليها رأي. اللي ليه راي. عايزين المسيسين اللي بيمشوا تبع مزاجنا ورغباتنا. وانا ما اعتقدش ان اتحاد الكوره بالقامات اللي فيه يقبلوا الاوضاع دي. لكن الفريق ضحك عليهم، المنتخب ده ادانا يعني زي ما انت قلت جمله جميله قوي. الفريق ده فيه مواهب عدى ما اتكررتش في جيل سابق. دي حقيقه. يعني انا لو بكلمك على جيل 94 مش هفتكر غير تريزيجيه وكهربا. لا الجيل ده فيه كمل فيهم تاني. في مجموعه 98 انت بتتكلم في 10 12 لعيبه في اقل من 30 3 يبقى ممكن يبقوا قوام الفريق الاول لمنتخب مصر. ايوه. أيوة. بس لأسلوب إدارتهم، اللعيبة بتلعب على الكيف. عندك وينج ليفت بتاع زد اسمه عمر خضر أعتقد. موهوب غير عادي. بس ده حالة لوحده، يعني ده مش شغال جماعي، ده شغال فردي في حتة تاني. عشان تقول لي في جمل تكتيكية أو أسلوب لعب هجومي أو في حالات الدفاع، إحنا قابلنا أقل ثلاث فرق في أفريقيا. مع كامل احترامي. صحيح. انت الجزائر اللي منظمه دي انت اقل من الناحيه الفنيه، اقل من الناحيه الفنيه بكتير الحقيقه. بنتكلم في ايه؟ صحيح. وانت بتثير القضيه الناس بتزعل. ومش عشان وقعنا بنتكلم. لكن لا طبعا يا كابتن امام، وهنفضل نتكلم في هذا الامر. انا بشكرك جدا يا كابتن امام على وجودك معانا. انا بشكر كابتن سعيد الشيشيني على وجوده معانا، شكرا جزيلا. انا حبيت بس اوري لجمهور مصر بالكامل ماذا يحدث مع منتخب مصر للناشئين، لان احنا عارفين او مش عارفين، انا متاكد مليون في الميه ان احنا هنلاقي الخبر. لو عندكم الخبر يا شباب، هو في خبر اتقال كده؟ انا ما اعرفش والله، لكن انا متاكد مليون في الميه ان في خبر اتقال تسريح اللاعبين واقاله الجهاز الفني أو تسريبات اتقالت النهاردة. لو عندنا خبر منها والنبي هاتوها لي يا شباب بعد إذنكم. ف يعني هو ده اللي هيحصل، واقفل وخلاص، على الرغم من وجود مجموعة متميزة من اللاعبين. مش رأيي، ده رأي كابتن إمام محمدين وكابتن سعيد الشيشيني. عموما نتمنى أن تنتهي مثل هذه الأمور، لأنه في النهاية سمعة بلدنا أهم من أي شيء.